بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تضعف صيغ القلب إلى الله والدار الآخرة. ومن عقوباتها أنها تضعف صيغ الله إلى الدار، صيغ القلب إلى الله والدار الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. من عقوبات المعاصي أنها تضعف صيغ القلب إلى الله والدار الآخرة، وهذه عقوبة عظيمة. فإذا تعطل القلب عن تذكر الآخرة والعمل لها، هذه عقوبة عظيمة، من أعظم عقوبات المعاصي. المعاصي لا تذهب سدى، يفعلها الإنسان وتنتهي تروح، لا ما تروح ولا تنتهي، بل تؤثر في قلبه، تؤثر في قلبه الذي هو أعظم شيء في بدنه، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمى القلب أشد من عمى البصر، لأن أعمى البصر قد يكون من أعظم عباد الله عبادة وعلما وورعا، لأن قلبه حي مبصر، لأن قلبه مبصر. وكم من أعمى من خواص أولياء الله ومن أكابر العلماء ما ضره فقد البصر، كابن عباس وابن عمر في آخر حياتهما، وكثير من علماء المسلمين ما ضرهم عمى البصر، بينما كثير ممن أبصارهم قوية وعيونهم سليمة لكن قلوبهم عمي، قلوبهم عمي، عمي الأبصار. نعم. ومن عقوباتها أنها تضعف صيغ القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير. نعم. فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرض القلب على قسمين: مرض عضوي وهو الذي يعالجه الأطباء، ومرض معنوي. مرض معنوي، المرض المعنوي أشد من المرض العضوي. المرض المعنوي علاجه بذكر الله عز وجل، ميسور لمن وفقه الله، وأما من غفل عن ذكر الله عز وجل فإن قلبه يمرض، ثم يزيد المرض، ثم يزيد حتى يموت الموت المعنوي. نعم. أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منهما قرينان. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الجهل قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال.
والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه. فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم. نعم، من عقوباتها أنها تزيل النعم الموجودة وتحل النقم، فما أصاب الناس من نقم إلا بسبب ذنوبه. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فتزيل النعم وتحل محلها النقم، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هؤلاء أهل مكة، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لما أبوا أن يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويقبلوا ما جاء به، سلبهم الله تلك النعم، سلبهم الله تلك النعم وأزالهم وجعل مكانهم من المؤمنين. نعم. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. نعم. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره. نعم. وأسباب صلى الله عليه وسلم. فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. نعم، هذه آيتان. آية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، يعني ما يزيل الخير عن الناس إلا بسبب ذنوبهم تغييرهم. والآية الثانية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا يشمل حالتين: يغير ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة، فيغير الله ما بهم من البؤس والشقاء إلى الخير، أو العكس: يغير ما بأنفسهم من نعمة وخير بالمعاصي، فيغير الله عليهم بإزالة النعمة وحلول النقمة. نعم. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. هذا معنى قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يشمل المعنيين: تغيير من الخير إلى الشر، وتغيير من الشر إلى الخير. نعم. ولقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. نعم. وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم. صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذي نالهم كالحلم. نعم.
فصل. ومن عقوباتها ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا. نعم، هذه من عقوبات المعاصي، أن صاحبها يكون ذليلا خائفا منكسا، تجده يخاف من كل شيء، يخاف من الناس، يخاف من الآفات، يخاف من الأمراض، يخاف من العدو. خلاف صاحب الطاعة فإنه يكون قويا ويكون جريئا ويكون مرتفع النفس ومرتفع الرأس، لأن الله أعزه بطاعته. وأما الأول فإن الله أذله بمعصيته، فالمعصية ذل والطاعة عز، وهذا فرق واضح بين أهل الطاعة وأهل المعصية. نعم. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه منه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حرك تريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم من خاف أن يكون نذيرا بالعطب، كما قال تعالى في المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم، دائما عندهم خوف، كلما تحرك شيء فإنهم يخافون أن يصيبه. نعم. يحسب أن كل صيحة عليه، نعم، وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، بذا قضى الله بين الناس. لا يقولون من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن عصى الله خاف من كل شيء. نعم. بذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا، أن المخاوف والإجرام في قرني. نعم. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب. نعم. فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. ولذلك تجد العصاة منعزلين خجلين من الناس، ما يأنسون مع الناس إلا مع أمثالهم، ما يأنسون مع أهل الخير ومع طيبين، ومع ولو جلسوا معهم تجدهم ما لا ينبسطون. نعم. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. نعم. فلو فكر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له، كما قيل فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قويت الوحشة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذي يذكر الله بالطاعة يكون عنده طمأنينة، يكون عنده شجاعة، يكون عنده إقدام، كرم نفس، خلاف الذي يغفل عن ذكر الله فإنه يكون في ذل وضعف وخوف وانقباض، يصير عنده انقباض، تجده ما يأنس بشيء ولا يطمئن. نعم. تجده يفر من الناس ومن الطيبين. نعم. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لبسه منه،
فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. نعم. فصل من عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا كما سبق. نعم. فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، فللذنوب أمراض القلوب وداؤها، ولا دواء لها إلا تركها. ولذلك تجد العاصي ولو كان عنده ملذات الدنيا والأموال تجده ذليلا منقبضا، وتجد صاحب الطاعة منبسطا ومسرورا ولو كان ما عنده شيء من الدنيا، أغناه الله بالقرب منه وذكره والاستئناس به. نعم. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. نعم. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي بذكر الله ولذة الطاعة، فإذا دخل العبد في جنة الدنيا وهي ذكر الله ولذة الطاعة والأنس بالله دخل جنة الآخرة، وإذا لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. فأهل الطاعة يجدون في لذة الطاعة ما يغنيهم عن الدنيا كلها، يتلذذون بقيام الليل ويتلذذون بالصيام، يتلذذون بتلاوة القرآن، ويتلذذون بفعل الخيرات، خلاف أهل المعاصي فإنهم في هم وغم وانقباض ولا يتلذذون بشيء، ولو كان عندهم شهواتهم وعندهم متطلباتهم، لكن الأمر في القلب، ما هو الأمر في الأمر في القلب هو الذي يكون متلذذا أو يكون منقبضا. نعم. فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، يعني نعيم في الدنيا والآخرة أو جحيم في الدنيا والآخرة. نعم. بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، دورهم الثلاثة اللي هي الدنيا والقبر والآخرة، هذه الدور. فالأبرار في نعيم في الدور الثلاث، في حياته في الدنيا وفي قبره وفي جنة في الآخرة، وذاك بالعكس في جحيم في الدنيا وجحيم في القبر وجحيم في الآخرة. نعم. بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. نعم. فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم. وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة؟ وكل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب، فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات، فإذا سلبه اشتد عليه عذابه، فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. نعم.
وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده. ولهذا قال في المؤمنين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما فاتهم وتركوه، ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في المستقبل، ما يخافون من المستقبل، ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. نعم. وأما في البرزخ فعذابه يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظيرا ما يعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر فأين هذا من نعيم؟ كما قال تعالى: لهم عذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من وال. نعم. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه واطرباه، ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. نعم، أطيب ما فيها ذكر الله، لذة العبادة، هذا أطيب ما في الدنيا. ما هو أطيب ما في الدنيا ملذات الأكل والشرب، هذه قد يكون الإنسان في حزن ولو هي عنده، لكن لذة الدنيا هي لذة العبادة والطاعة. نعم. ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. نعم، قد يكون الإنسان له أبهة ومراكب فخمة قصور، لكن قلبه معذب، قلبه معذب، ما تنفع هذه الأشياء. قد يكون الإنسان في كهف أو في كشك من الأكشاك وقلبه منعم، قلبه منعم مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نعم. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن، إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يديه عقد التبائع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان، كما قال القائل: إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، لأن لهم الجنة. المشتري هو الله، والثمن هو الجنة، والبائع هو المؤمن، والواسطة بينهم بين البائع والمشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى، هذا هو المشتري الله، من المؤمنين هذا هو البائع، أنفسهم هذا هو الذي باعوه، هذا المبيع، أنفسهم هذا هو المبيع، والثمن هو الجنة بأن لهم الجنة. وكيف يحصلون على هذا؟ قاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون. نعم. والوثيقة، لأن العادة إن البيع يوثق ويكتب، الوثيقة في التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. يقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نعم. فصل: ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب
وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. وقد قال حسن الله لك فصل من عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. هذا سبق لكن العلم يعني هذا هو الجديد، العلم علم القلب، ما هو بالعلم علم اللسان، هذا العلم اللسان يكون مع المنافقين، علم اللسان قد يكون عليما بلسانه ولكن العلم علم القلب هو العلم الصحيح. نعم. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل إني أرى الله تعالى قد أحسن الله. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. نعم، لأن الشافعي جاء وهو صغير إلى حلقة الإمام مالك، جلس فيها وهو طفل صغير، فرأى منه الإمام مالك حرصه وحفظه لما يقول، إذا قال شيئاً أو حدث بحديث أو فسر بتفسير يحفظه على طول. فلما رأى منه هذه النجابة وهذا الذكاء وهذا الحفظ وهذا الإقبال في هذا الطفل، قال له يا غلام إني أرى الله قد أعطاك من نوره فلا تطفئوا بالمعاصي. نعم. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. نعم، ولا يزال ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل. ولهذا قال الإمام مالك. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. نعم. ولا يزال هذا النور يضعف. الله جل وعلا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا العبد أقبل على الله واشتغل بالطاعة زاده الله علما وبصيرة. نعم. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب، ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجوه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت شيء واضح، تجد العصاة تجد وجوههم مسودة عليها ظلمة، تجد أهل الطاعة تجد على وجوههم النور، شيء واضح هذا. إذا شفت النور على أحد فاعلم أنه صاحب طاعة، وإذا رأيت الظلمة على أحد فاعلم أنه صاحب معصية، شيء يظهر على الوجوه، يظهر على الوجوه. نعم. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة وإن الله منورها بصلاة عليهم. نعم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصيغ الوجه أسود، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآخرة يظهر هذا اللون ويعرف أهل الخير من أهل الشر، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. نعم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصيغ الوجه أسود مثل الحممة، فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها، فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم. الله المستعان. نعم. فصل من عقوباتها يكفي.